طبعا السؤال طبعا ربما عسكري تدميري نوعا ما نبدأه من خلال سيادة العميد أحمد رحال. وأريد أن أذكر سيادة العميد أنه أنا شخصيا يعني استمعت إلى زميلك أحد عمداء الجيش الفرنسي يتحدث عن الحرب النووية ويقول أنه ليس هناك فرق أو شيء اسمه سلاح نووي تكتيكي وآخر استراتيجي، النووي هو النووي، ما رأيك؟ تحياتي لك بداية، تحياتي لضيوفك الكرام وتحياتي لكل السادة المشاهدين. ما قاله زميلنا من فرنسا هذا كلام صحيح، السلاح النووي وسلاح الأزمات وسلاح الأوقات الصعبة هو الاحتمال والخيار الأخير عندما تتهدد الدولة أو عندما تكون هناك، عندما شعرت الولايات المتحدة الأمريكية بعد ضرب ميناء بيرل هاربر من أن أصبحت في خطر، وبالتالي كان عليها استخدام الأسلحة النووية على ناجازاكي وهيروشيما وتلقين اليابان ضربة قوية لأنها كادت أن تسقط، كادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تهزم. وبالتالي استخدام اليوم روسيا للأسلحة التكتيكية سواء كانت بأمدية 10 إلى 15 إلى 20 كيلومتر هو استخدام سلاح نووي، هو دخول في حرب نووية، هو دخول في الخيارات الأصعب والأقسى والأكثر كارثية على الشعوب وعلى من استخدمها. يبقى أن نقول من أن استخدام الأسلحة النووية ليس فيها منتصر وليس فيها مهزوم، الجميع مهزوم حتى من استخدم السلاح، لأنه سيتأكد ويتيقن من أن بدء وضع يده على زر الإطلاق يعني أن هناك يد أخرى في مكان آخر تستعد لإطلاق. طب شرح لنا